نعم أموري عايزة إيه؟ بقالك يومين ما بحلقالي عايزة إيه؟ يا بنت أنت عيب عليكي كده حرام، ما تتريقيش عليها ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده أنا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني أه لو لعبت يا زهر. أه لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده إيه ده؟ شفت؟ لا دي أكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشو فكيها بقى. أفك إيه بس يا هاني؟ احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتنونه وليه؟ سيبك منه، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزة. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ اللي ليه مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقالوا خلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ وحد كلمك؟ الله انت مصصايه يا بت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل حقك علينا، وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص ماشي. انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عمو حالا. اوعي يلا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. مش هيوصل. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين مش راضيه تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده. فداه في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. تعرف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله اتفضل. أهو أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا مليون في المية. اتفضل يا فندم اتفضل. من؟ يا سامح بيه، إحنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، إحنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظري أنا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا أستاذ عبد الله. لا
معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل المرة ثلاثة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول خلي بالك الحمولة زيادة، المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانا تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنانة اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده، اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رأيك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رأيي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف، في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي، انت عارف عايز اقعد عليه بروان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف مال بقك، في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكيلي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف، بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي، ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكيلي، انا صاحبك، مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي، كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجة، انت قلت لي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت، خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون، انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك كف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب؟ ايه اي حاجه، بريل لو فيه. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. حبيبي اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو قوي، انا بحب اتفرج عليه. يلا شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله، ايه بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني. اه اوكي.
الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها أن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده، إنما دلوقتي اللي حصل حصل، فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعة وتسعة من الحبايب مليون. مستر عبد الله. أيوه. شقة زايد أول حاجة هتتباع. آه طيب، إحنا هنضطر نعيش في شقة الزمالك، لطيفة وبتطل على. مستر عبد الله. أيوه. شقة الزمالك بح. آه أوكي. طب إحنا هنعيش في شقة المنيرة، برضو كويسة والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقة المنيرة فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي، برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه؟ ماما ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزة. طيب لمؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصلا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10، عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري No way. ايه الجونري ده يا سي عبدال؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو، هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت بحضر خطة بديلة. انا ههرب.